انتوا الوحيدين المرابطين الصابرين القابضين على الجبل. الله يقويكم وينصركم. وعلى الشعب الفلسطيني في كل اماكن تواجد انه يظلوا مرابط في مدينه القدس وحول المسجد الاقصى. بداية والله انتوا اخجلتونا، والله صغرتونا قدام انفسنا وقدام العالم كله. انتوا الوحيدين المرابطين الصابرين القابضين على الجبل. الله يقويكم وينصركم. دعواتنا لكم مش اكثر. قلوبنا معهم وتعاوننا كله معهم، ومنوجه رسالة للزعماء العرب الخاينين لا تخاذلهم في قضية الاقصى واللي بيصير في الاقصى، وبوجه رسالة للفصائل على سكوتهم في اللي بيصير في الاقصى، لانه المرابطات اللي بيجر المرابطه احسن من روس العرب. الوطن لنا والقدس لنا والله بقوته معنا، جموع الكفر قد اجتمع لك هزمنا لن. والله رسالتي للمرابطين في المسجد الاقصى، بقولهم الله ينصركم ويقويكم ويثبتكم وما يضيع لكم تعب، وكل واقف معكم ان شاء الله. الله يا رب ينصرهم ويثبت أقدامهم وينصرهم على من عاداهم يا الله ويكون معهم. والله يا صديقي إنه الوطن بشكل عام بتعرض للضياع، والأقصى بشكل أساسي مستهدف من قبل الاحتلال الإسرائيلي. فعلى الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجد إنه يظلوا مرابط في مدينة القدس وحول المسجد الأقصى، لأنه صف إن إحنا شعب فلسطيني مستهدف كل واحد في أماكن تواجد، سواء في بيته في نابلس في رام الله في جنين في الخليل في بيت لحم إلى آخره. كل مكان متواجد فيه الشعب الفلسطيني مستهدف من الاحتلال، وبالدرجة الأساسية مسجدنا الأقصى المبارك. الله يقويكم وينصركم وإحنا معكم. كل التحية لإخوتنا المرابطين في المسجد الأقصى، وإحنا بندعي لكم دائما إنه ربنا يثبتكم، وربنا شرفكم إنه أنتم تكونوا الخط الأول في الدفاع عن الأقصى. والله رسالة المرابطين الله يصبرهم ويشد على إيدهم، ولكن ما شاء الله يعني بنعدوا على الأصابع وما في حدا يوقف معهم. والله المطلوب في مليون شغلة يعني ممكن يعملوها، ولكن غسل إيديك من العرب كلهم.